مشاهدينا الكرام، حضورنا الكريم، وصلنا إلى وقت الحسم والتعرف على نتائج الشعراء والدرجات التي وضعت من قبل أعضاء لجنة التحكيم. في ختام هذه المرحلة أطلب من الشعراء 12 التوجه إلى المسرح للتعرف على النتائج. الستة، عفوا، الشعراء الستة. الآن سنتعرف على نتائج شعراء هذه الحلقة، الشعراء الستة والدرجات التي وضعت من قبل أعضاء لجنة التحكيم، أيضا الشعراء اللي تحاور معهم الشاعر مرزوق الفهمي والشاعر عيضة الشلوي والشاعر عوض السلمي. طبعا 60% هي درجة أعضاء لجنة التحكيم. سامي الجعيد حصل على 58، نايف الثبيتي حصل على 57.50، بجاد السناني حصل على 58.75، فهد القوانة حصل على 57، فايح العالي حصل على 56، وأخيرا عبد الغني السفياني حصل على 58.50. إذن هذه هي درجات الشعراء التي وضعت من قبل أعضاء لجنة التحكيم. الحلقة القادمة مشاهدينا الكرام، طبعا انتهت مرحلة الستة شعراء، والأسبوع القادم مرحلة الثلاثة شعراء. انتهى التنافس بين شعراء المعنى، وبقي تصويتكم الذي سيزف شعراءكم للحلقة الختامية. الأسبوع القادم ننتظركم إن شاء الله في نفس المكان والزمان، كونوا في الموعد، ستزفون البشرى إن شاء الله لشاعركم واستلام سيف المعنى. إلى اللقاء. Yeah.